السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رجعت لكم من جديد بهذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه تصريح ديال اخت لبنى الله يرحمها ويسعد عليها، اللي خرجت بواحد التصريح اللي هو صادم. كتحكي فيه بالتفاصيل فوقاش خرجت وعلاش خرجت وكيفاش حتى اختفات. نخليكم مع التصريح. داك النهار كانت خارجه هي وماما المول مشاو يتقداو وداك الشيء، جيت في العشيه انا وليداتي باغي ندوز معاهم ديك الليله، لقيتهم هنا نيت في الزنقه كيبلاصه في الطوموبيل، لقيت ما في الزنقه طلعنا للدار عادي ضاحكين لاعبين، وكانت فرحانه داك النهار يلا شاريه الحوايج فرحانه بهم، كتعاود لي كتوريني في الحوايج ديالها، مشات استفاتهم في بلاكار جالسه ناضت تسخر سخره الحانوت الخبز والمر يمكن لقات هذا الحانوت صد حيت كان باقي الكونفيرمون، لقات هذا الحانوت صد ما عرفت مشات تجيب الخبز والمناضه باش نتعشاو. صافي من بعد نص ساعه ديال الروطار عيطت ليها قالت لي لقينا تليفون طافي 15 يوم وانتم ما تقلبوا 15 يوم مدات لا دواها، هي كتشرب الدواء ديالها بالعصا اكتئاب، ما داتش الدواء ديالها الصاك ديالها ما كتفارقوش، خرجت بالعبايه والصنداله ديال السخره مشات تسخر الدريه 15 يوم ما رجعتش. درتو شي كاين الوكيل؟ مشيت داك النهار الغد ليه، مشيت للكوميساريه ديكلارينا اش كيقولوا لي في الكوميساريه، هاد الدريه ماشي قاصر ما غنقلبوش عليها، لا بغات هي باغا تمشي ما بغاتش تبقى عايشه معاكم بحال هكا كيقولوا لي. فين ما كندور معاهم كيدوروا معايا، كنقول لهم الدريه راه عمرها ما فرقت دارهم، راه ما كتخرجش من دارهم ما كتباتش برا دارهم، كيقول لك لا راه الدريه يمكن تقدر تجوج راسها براسها، يمكن ما بقاتش باغا تعيش معاكم بحال هكا، كنقول لهم قلبوا عليها راه المهمته شوف غير حالتي وحال المهمته كي دايره، كيقول لك لا تلقاو شي خبر وغنعيطوا لكم، سيروا تنعيطوا لكم. درنا شكايه للوكيل الملك ما جاوبوناش، ما لقينا حتى شي جواب. هذوك البنات ديالك عندها طروزيام مالي فلافات فلافات، يلا دفع يلا كان عندها غتدخل هاد موفر عندها السياره ديالها ما خاصها حتى شي خير، الاب ديالها قال لنا دير ليها شريكه بخير الحمد لله فرحانه، كان عندها طموحات باغا دير شحال من حاجه. ايوا الحمد لله ديالك عندهم واحد بزاف كان طيبه بزاف، لا معايا لا مع كانت كتجي عندي تشكي لي همي تشكي عليا، ما كان عندها مهم حتى شي مشكل، كانت بخير والحمد لله. سافرنا يلا مؤخرا جينا من السفر مشينا لاكادير، كنا دوزنا واحد السفر زوين مع بعضياتنا والحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال زوين. صدمتوا هذا الخبر؟ صدمتوا؟ انا لحد الان دابا اللي كنهضر معاك راني ما متيقاش، وكنطلب من السي الحموشي من السلطات من كل شيء جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو ياخذ ديال الحق ديال اختي، حيت راه تشويت في واحد الكبد راه التوام ديالي، راه بيناتنا عامين راه التوام ديالي لو كانت الشفار غير ياخذ لها الطوموبيل وياخذ ما بغينا حتى شي حاجه، راه قلنا لهم قلنا لهم ما بغينا حتى حاجه، بغينا غير البنت كيف ما هي غير ترجع لينا غير الدريه، وهذا هذا الشيء الحمد لله الله يرحمها مشات شهيده الحمد لله، وانسانه طيبه وواحد البنت راه ما شاء الله بغاها الله. العلاقه ديالها مع في الدرب مع السكينه مع الاصدقاء هي كان اول سكينه عندها مريم الحمد لله طيبه فهمتي مسينا انا يلا شربها دابا 12 عام باش ساكن هنا في حي النور، 12 عام دابا باش ساكن حنا في حي النور، يعني الطفوله ديالها بدات هنا في هذا الحي، كانت بخير كان كتدخل الدار كتمشي لقرايتها كانت بخير. صدمكم شواكم؟ لحد الان كنقول لك ما متيقاش بان اختي ماتت الحمد لله، ولكن باغا الحق ديالي. الوالده ديالك مسكينه في حالها بزاف، ماما ما كتبكيش، ماما غير باركه كتشوفها بحال هكا صدمه، وهي اللي كانت معمره عليها الدار من بعد ما مشيت انا، هي اللي بقات معمره عليها الدار الحمد لله. الله يرحمها والله يوسع يا ربي امين الحمد لله، ولكن بغينا الحق ديال هذه البنت. طلبوا لهذ المجرمه؟ كنتمنى كنطلب من جلاله الملك وفي الحموشي ياخذوا لي حق اختي، بغيت الحق ديال اختي يبان الاعدام لهذ المجرمه. حيت كيف ما شابه غصبها في حياتها في شبابها راه هو خاصو يتغصب في شبابه في حياته. الله يصبر عائلتها والله يكون معاهم، فضروري خاص تطبيق عقوبه الاعدام، لان هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا تيخلع انسان ولا يخاف على راسه في الحقيقه، فاش غادي نقول لكم راه هذه العقوبه هذه هي اللي غادي تخلصنا من هذه الكوارث اللي ولينا كنشوفوا في البلاد بصفه عامه في جميع المدن ماشي غير في الدار البيضاء او في شي مدينه معينه. خوتي تفاعلوا مع الفيديو باللايكات وبالبارطاج، والسلام عليكم.